مرحبا جميعا، صباح الخير. اليوم 25 من شهر تموز، الساعة 11:30. طبعا اليوم راح نقدم لكم التحليل المقدم من شركة وينزر. بداية ننظر إلى جدول البيانات الاقتصادية ونشوف الأخبار التي صدرت وما هي الأخبار المهمة وما هي الأخبار الغير مهمة. على أستراليا، ليلة الماضية لاحظنا كان هناك أخبار السي بي آي أو مؤشر أسعار المستهلكين، بالتأكيد هذا مؤشر التضخم. لاحظنا أنه أتى أقل من التوقعات، 0.5 مقابل 0.6، فبالتالي انخفاض التضخم بشكل عام في أستراليا مما يعزز النمو الاقتصادي. من جهة أخرى، هناك كان مؤشر آيفو للبيئة الاقتصادية لألمانيا، كان الخبر صدر على الساعة 11 بتوقيت قبرص، أي 8 GMT. ملاحظ الخبر صدر 103.3، أقل من 104.7 تقريبا التوقعات، فبالتالي كان له وطأة سيئة بشكل عام الخبر، ولكن لم يكن ذو تأثير كبير لأنه لم يكن ذو اختلاف كبير عن القراءة السابقة. قبل بضع دقائق صدر الناتج المحلي الإجمالي، القراءة الأولية لبريطانيا، وكان الناتج المحلي الإجمالي أقل من التوقعات، -0.7 مقابل -0.2%، فبالتالي أعطانا مؤشر إلى سوء الوضع الاقتصادي بشكل عام في بريطانيا. وطبعا اليوم في عنا من الأخبار المهمة، عنا أخبار النيو هوم سيلز اللي هي مبيعات المنازل الجديدة على أمريكا، خبر راح يصدر في الساعة 2 GMT أو على 5 بتوقيت قبرص. وفي عنا مخزون النفط، ونهاية على الاقتصاد النيوزيلندي في عنا أسعار الفوائد. ولكن بشكل عام حتى الآن أهم الأخبار اللي هي المنازل الجديدة، مبيعات المنازل الجديدة ومخزون النفط الأمريكي. طبعا مبيعات المنازل الجديدة كانت 372,000 متوقعة، بدنا نشوف في حال صدرت أعلى راح تكون جيدة للاقتصاد، في حال صدرت أقل راح تكون سيئة. بشكل عام الحديث حاليا يصدر بالأسواق بشأن الوضع الأوروبي، على ما يبدو أنه وضع يتراجع أكثر فأكثر. كان هناك كلام عن انه اسبانيا راح قد تطلب حزمة مساعدة اخرى، بنفس الوقت العائد على سنداتها ما زال ما يقارب تقريبا 7.5%، بالتالي اعلى بكثير من القراءات السابقة. وايضا بالنسبة لوضع اليوناني، ايضا وضع سيء يتراجع اكثر واكثر، فبالتالي قد هناك احتمالية كبيرة لخروج اليونان من الاتحاد الأوروبي. تكلم كثير التصريحين المصرحين أو بعض المستثمرين والمحللين أنه الاحتمالية تزيد فتزيد. أيضا كان هناك قبل قليل خبر، نلاحظ أنه ارتفعت العملات بشكل عام، كان هناك مثل إشاعات انه البنك المركزي البريطاني مش راح يعطي تصريح او قوة تصريحية للاي اس ام او اليورو ستابيليتي ميكانيزم. طبعا بتذكروا في السابق انه المسؤولين في اوروبا كانوا يتحدثوا انه راح نقوم بعملية عمل مثل هيئة تسمى اليورو ستابيليتي ميكانيزم او هيئة خلينا نحكي اللي بتسيطر على وضع الاقتصاد بشكل عام. لاحظنا انه كان هناك اخبار او اشاعات انه البنك المركزي الاوروبي مش راح يعطي رخصة او مش راح يقوم بموافقة على هي الهيئة، فبالتالي لاحظنا انه ارتفعت الاسواق. خلونا نشوف على الشارت كيف كانت التحركات و ماذا حصل بالضبط. بنلاحظ طبعا اليورو البارحة كنا نتكلم انه في حال ارتفع فوق ال 21 30 21 40 و 21 60 احتمالية صعوده اكثر لمحاولة كسر الجزء الاعلى من القناة السعودية اللي هي المنطقة هاي، منطقة ال 122 30. ولكن لاحظنا انه اكمل اتجاهه الى الاسفل، كنا نتوقع ايضا اكمال اتجاهه، ولكن الان لاحظنا صعد بشكل قوي تقريبا ما يقارب ال 50 نقطة،
راح تكون أوضح على تشارت الساعة. الصعود كان من المناطق 122 سبعينات إلى المناطق العليا التي بالعادة كان يحاول الوصول إليها. طبعا هذا كان الصعود بسبب الخبر الذي صدر قبل قليل. حاليا ما زال اليورو يتراوح بين 21.40 من الأعلى وبين 120.10 من الأسفل، فبالتالي في حال اخترق أي من هي النقاط بالتأكيد راح يكمل اتجاهه إما صعودا أو نزولا. من الأعلى طبعا بعد اختراق مناطق 21.40 و21.60 احتمالية صعوده إلى 21.90 تقريبا، ولكن من أهم النقاط الموجودة بالنسبة لليورو اللي هي صعوده فوق نقطة 122.30 أو 122.25. في حال استطاع اختراق هذه النقطة بالتأكيد مع الوقت راح يكون قريبة من القناة النزولية بهذا الشكل، فبالتالي في حال اخترق القناة وفي حال اخترق نقطة المقاومة بالتأكيد راح يكون إيجابي بالنسبة لليورو، وراح التوقعات راح يكون صعود أكثر. ولكن بشكل عام عدة مرات حاول على 40، حاليا خلونا نشوف إذا سيستطيع اختراقها أو لا. إذا لم يخترقها بالتأكيد سيعود الانخفاض إلى الأسفل بهذا الشكل ويكمل اتجاهه النزولي إلى هدفنا على المدى المتوسط اللي هي منطقة، إذا رحنا على تشارت الأسبوعي راح تكون أوضح، هدفنا اللي هو منطقة 118.70 اللي هو أدنى سعر من شهر 6 من سنة 2010. بشكل عام مثل ما انتم شايفين ما زال بقناة نزولية، فننتظر اختراق أول نقطة 21.40 حتى يبتدأ بالصعود إلى الأعلى لمحاولة اختراق القناة أو إكمال اتجاهه إلى الأسفل. بالنسبة للاسترليني مقابل الدولار، بالنسبة للاسترليني طبعا لاحظنا أيضا عدة مرات حاول اختراق 155.50 قبل بضع ساعات أو في الساعة الحالية لاحظنا أنه صعد مثل اليورو إلى الأعلى إلى مناطق 55.5 ولكن لم يستطع اختراقها. من الأسفل أيضا أكمل اتجاهه ووصل إلى 154.69، بالفعل قام بكسر النقاط التي كان دائما يحاول اختراقها للبضع أيام الماضية اللي هي منطقة 80. مثل ما أنتم ملاحظين في عنا أدنى سعر في فترة 23.7 وفي 24.7 وأيضا 24.7 ليلا واليوم فجرا وأيضا اليوم قبل 3 ساعات تقريبا وحتى اليوم حتى الآن إلى أنه استطاع أنه يكسر هذه المنطقة. بالتأكيد هي حركة سلبية نوعا ما بالنسبة للاسترليني، فبالتالي متوقع إكمال اتجاهه إلى الأسفل ليحاول الوصول إلى مناطق 154. طبعا في حال عاود صعد فوق مناطق 80 وعمل إغلاقات صغيرة فوقها بالتأكيد راح تكون اختراق غير حقيقي لهي المنطقة، ولكن بشكل عام على ما يبدو احتمالية اختراقها أسهل. السبب أنه حاول الصعود على الأخبار الجيدة فوق نقاط 155.5 لم يستطع، فبالتالي قوة البيع عند هاي المناطق قوية ولن تسمح على ما يبدو بارتفاع الاسترليني فوق هاي النقاط. في حال ارتفع فوق نقطة 55.5 بالتأكيد نتوقع صعوده إلى المنطقة 56.25 إلى 56.45 المنطقة هاي، وأيضا في حال اخترقها راح يكتمل إلى معاودة الصعود مرة أخرى إلى أعلى أسعار وصل إليها في قبل بضع أيام اللي هي منطقة 157.25. على تشارت اليومي مثل ما أنتم ملاحظين اختراقه لمنطقة 54 التي وصل إليها في السابق، كانت هي أدنى سعر من شهر 6 تقريبا من 8/6، اختراقه لهي المنطقة راح تفتح لنا نقطة على المدى المتوسط اللي هي منطقة 152.25 أو 152.5، ولكن بشكل عام هناك نقطة بسيطة بالمنتصف اللي هي منطقة 153.15 اللي هي أدنى سعر وصل إليه في تاريخ 5/6 من 6/2010. ولكن بشكل عام اختراق لهي النقطة مثل ما حكينا راح يعطينا فرصة للاتجاه مرة أخرى إلى 152.25.
طبعا بنلاحظ ان اليورو يصعد والاسترليني ينخفض، فبعد قليل راح ننظر ايضا الى تشارت اليورو ين لنرى ماذا حصل، عفوا اليورو استرليني. على كل ننظر الى السويسري، بنلاحظ ايضا مثل اليورو ابتدأ الحركه التصحيحيه البسيطه، حاليا يحاول الوصول الى النقطه التي حاول عده مرات اختراقها اللي هي منطقه ال 98 85، ومن ثم النقطه التي تليها اللي هي النقاط التي اخترقها في السابق مناطق 98-70. فبالتالي نقطتين متتاليتين مهمتين، بدنا نشوف ماذا سيحصل عند هاي النقاط. ومن الأعلى طبعا في حال صعد إلى الأعلى طبعا راح يتجه إلى هدفنا على المدى المتوسط اللي هي منطقة 150 أو 160، أعلى سعر وصل إليه في نهاية سنة 2010. يعني من الأعلى مثل ما تكلمنا لا يوجد نقاط أخرى غير هذه النقطة على المدى الطويل، ومن الأسفل هناك النقطتين التي تكلمنا عنهم 98 85 و70. في حال اخترقها بدنا نشوف ماذا سيحصل عند مناطق 98 وربع اللي هي منطقة المنطقة التي ابتدأ الكسر منها والتي اخترقها في تاريخ كان 20/7. في حال استطاع اختراق هذه المنطقة بالتأكيد راح يكون هناك انعكاس وانخفاض تحت القناة الصعودية اللي انتم شايفينها بهذا الشكل، مع احتمالية التوقف بشكل بسيط عند نقطة 97/40، ولكن ليست بالنقطة القوية، انما النقطة الأهم هي نقطة 98/25. بالنسبة للدولار مقابل الين، طبعا دولار مقابل ين، اذا نظرنا على تشارت اليومي بداية بنلاحظ انه بعد ما اخترق مناطق ال 78/60 تقريبا اكمل اتجاهه للأسفل، وصل أكثر شيء إلى نقاط 77/90. هدفنا حتى الآن أدنى سعر وصل إليه مناطق 77/65، فبالتالي يتراوح بين هاي النقطتين، إن إما يعمل حركة تصحيحية إلى مناطق 78/67 ومن ثم يكمل اتجاهه، أو ممكن اختراقها ويكمل صعوده إلى الأعلى، أو ممكن حتى من الآن إكمال اتجاهه من الأسفل. بشكل عام هناك ايضا نقطة مقاومة اخرى عند 79/10 او 79/15، وطبعا النقطة هاي هي اهم نقطة، في حال استطاع اختراقها راح يكمل اتجاهه الى الاعلى لمحاولة كسر اهم نقاط على المدى الطويل على المدى المتوسط اللي هي نقطة 80/60 اللي هي اعلى اسعار وصل اليها من بداية شهر 5 بهذا الشكل. من الأسفل طبعا بعد اختراق النقاط 77/60 الطريق راح تكون مفتوحة لمحاولة الانخفاض إلى أدنى أسعار وصل إليها في السابق اللي هي مناطق 75/59 بهذا الشكل، أو 69 تقريبا 75.5. هي أيضا نقاط التي دخل فيها البنك المركزي الياباني عدة مرات وأوقف الين عن الانخفاض. من جهة أخرى أيضا تكلمنا البارحة أنه هناك احتمالية أكبر لتدخل البنك المركزي الياباني في حال وصل الين إلى هاي الأسعار. عفوا، كان هناك تصريحات بشكل عام من رئيس الوزراء ومن وزير المالية أنه الين يعني سعره أعلى من سعره الطبيعي ومفروض أنه يكون أضعف من هيك، فبالتالي ابتدأوا بعملية تدخل بشكل شفوي، وبالتالي اختراقه لهذه المنطقة بالتأكيد راح يدفعهم إلى أنه يتدخلوا، فبدنا نحذر من أي عمليات بيع بعد ما ينخفض تحت هذه المنطقة. بالنسبة لي كنا نتكلم بالسابق عن ارتفاع اليورو وانخفاض الاسترليني، فبالتالي خلونا نطلع على تشارت اليورو مقابل الاسترليني. ملاحظين تحركه بشكل قوي،
طبعا إذا رحنا أول شيء على المدى الطويل، كنا نتكلم بالسابق عن المنطقة التي حاول الوصول إليها، اللي هي هاي المنطقة تقريبا. كنا نتكلم أنه اختراقه لهاي المنطقة بالتأكيد راح يعطيه مجال للانخفاض إلى نقاط 70، ولكن على ما يبدو أن المنطقة كبيرة جدا بهذا الشكل، واحتمالية حصول حركة تصحيحية واردة. لاحظنا طبعا بعد الانخفاض الذي حصل عند 77.5 ابتدأ الحركة التصحيحية، فحاليا يبتدأ الصعود إلى الأعلى. خلونا نحاول النظر، أو خلونا بداية نشيل الخط الأزرق حتى تكون التحليل أوضح. مثل ما أنتم ملاحظين، القناة النزولية بهذا الشكل، أو قد تكون بهذا الشكل. ولاحظنا أيضا اختراق للقناة، اختراق لأعلى سعر وصل إليه. حاليا مفروض يحاول إخلاء المنطقة هاي، اللي هي المنطقة لأدنى أسعار حاول بالسابق اختراقها، تقريبا كسرها، ولكن يفضل عمل إغلاق صغير فوقها لمدة بضع ساعات أو لساعة، فبالتالي راح تكون مؤشر لعكس الاتجاه والصعود إلى الأعلى. بشكل عام في حال صعد، هناك عدة نقاط ممكن أنه يصل إليها. بداية نقطة 79.5، ومن ثم نقطة 79.75، المنطقة هاي اللي هي أدنى أسعار التي اخترقها في السابق. فبالتالي صعوده حتى الآن نتوقع أنه يبقى بهذا الشكل لمحاولة أيضا اختراق 100 إلى 150 نقطة أخرى إلى الأعلى. فبالتالي راح نلاحظ ضعف في الاسترليني وقوة في اليورو ما يعادل 100 إلى 150 نقطة تقريبا، قد يعطي دافع للعملة أنه ترتفع أكثر. طبعا خلونا نشوف الذهب وشو ماذا حصل عليه. بالنسبة للذهب ما زال يتراوح بين مناطق 1635 و 1525، ما زال يتراوح بشكل جانبي بين المثلث الذي رسمناه البارحة تقريبا بهذا الشكل. لاحظنا البارحة تقريبا اقترب من قاع المثلث ولكن لم يصل إليه، كان الفرق تقريبا بضع دولارات. وأيضا لاحظنا المثلث الآخر الذي رسمناه على المدى الأقصر قام بكسره تقريبا البارحة تقريبا في حدود الساعة الخامسة، وبدأ يعطي مؤشرات للصعود إلى الأعلى. كنا نتكلم أنه في حال صعد فوق مناطق 84 راح تكون فرصة جيدة لمحاولة الصعود مرة أخرى إلى الأعلى. حاليا مثل ما انتم شايفين السعر 87.5، هناك نقاط بسيطة تقع عن مناطق 87 و عفوا السبع 1597 ومنطقة 1600، ولكن بشكل عام متوقع صعوده قليلا إلى مناطق 1600 و 610 يمكن، أو 608. وبدنا نلاحظ هذه النقطة في حال اخترقت أم لا ماذا سيحصل. فبشكل عام مثل ما انتم شايفين الذبذبة أو الفولاتيليتي التي كانت تحصل على الذهب كانت أكبر في السابق، والآن ابتدأت تنخفض، وعلى ما يبدو صاعد إلى تقريبا إلى قريب منطقة 600. وبدنا نشوف ماذا سيحصل في حال اختراق هذا الخط أو عدم اختراقه. بالنسبة للنفط، بنلاحظ طبعا النفط بعد الصعود الكبير الذي حصل بعد ما اخترق مناطق 89.5 صعد إلى 93.5. كنا نتوقع إكمال الاتجاه إلى 95، ولكن ابتدأ الحركة النزولية، قام باختراق القناة. طبعا هذا الحكي اخترق تقريبا في يوم الاثنين صباحا بعد ما انخفض تحت 91. على تشارت الأربع ساعات حاول البارحة كسر منطقة 87.70 اللي هي أدنى سعر انخفض منه في السابق عند هاي الشمعة. لاحظنا انخفض قليلا تحتها وعاود الصعود بشكل سريع مرة أخرى. بشكل عام في حال لم يستطع
الانخفاض تحتها، وفي حال صعد فوق 88 97 او خلينا نحكي 89 بالتأكيد راح تكون الحركة إيجابية وسيكمل اتجاهه للأعلى. في حال لم يستطع اختراق هذه المنطقة واخترق مناطق 87-70 راح يكمل اتجاهه إلى الأسفل. فبالتالي مثل ما انتم شايفين يتراوح بين هاي النقطتين. في حال صعد نقطة 91 راح تكون أول نقطة له، وفي حال انخفض نقطة 86-40 راح تكون أول نقطة له. طبعا كان هذا التحليل للعملات الرئيسية وبعض السلع. شكرا لمتابعتكم ونتمنى تجارة موفقة للجميع.